رسومات بتتكلم بتقول احلى حكايات نفهم ونتعلم من جوه الايقونات. ايقونتنا النهارده جميله قوي لانها بتحكي لنا عن القيامه. هنشوف ايقونتنا الرب يسوع قام من بين الاموات في فجر يوم الحد، وبقيامته انتصر على الموت وهزمه. قام بقوة لاهوته المتحدة بناسوته، قام لوحده محدش قومه، قام والحجر محطوط على باب القبر. وفي أيقونتنا رسمين الرب يسوع لابس لبسه الأبيض الجميل لأن اللون ده رمز للطهارة والنقاوة، وكمان لابس أحمر علشان اللون الأحمر بيلبسوه الملوك، والرب يسوع المسيح هو ملك الملوك. في هالة كمان من النور مرسوم فيها صليب على راس ربنا يسوع لأنه هو الإله القدوس، ورسمينه ماسك في إيده أعلام النصرة والخلاص. فأيقونتنا هنشوف الحجر متدحرج وموجود ملاك، هو الملاك ميخائيل ملاك القيامة اللي بعد قيامة الرب يسوع نزل يدحرج الحجر علشان يعلن ويأكد لكل الناس إن الرب يسوع قام من بين الأموات، ويخلي الكل يشوف ان القبر فاضي. هنشوف في الايقونة نساء ماسكين في ايديهم حنوط واطياب علشان يحطوها على جسد الرب يسوع، وكانوا بيفكروا هما رايحين للقبر وبيقولوا يا ترى مين هيدحرجنا الحجر الكبير اللي على باب القبر. لكن اول لما وصلوا لقوا الحجر متدحرج من على باب القبر، فدخلوا القبر وما لقوش جسد الرب يسوع، لكن ظهر لهم ملاك بشكله الأبيض الجميل المنور وقال لهم إن الرب يسوع قام، وطلب منهم إنهم يروحوا يقولوا للتلاميذ إنه هيسبقهم على الجليل. وهنلقى في الأيقونة التلميذين بطرس ويوحنا، أصل أول ما المريمات قالوا لهم إن الرب يسوع قام وحكوا لهم على كل اللي حصل جريوا بسرعة على القبر، وفعلا لقيوا القبر فاضي والأكفان محطوطة جواه. وبعد حكاية أيقونتنا الجميلة دي تعالوا نصلي ونقول لربنا نشكرك يا رب على قيامتك ونصرتك، وبظهورك للتلاميذ أكدت لينا قيامتك ورجعت لنا فرحتنا من تاني. هنهتف على طول ونقول إخريستوس أنستي، آليسوس أنستي، المسيح قام، بالحقيقة قام. رسومات بتتكلم بتقول أحلى حكايات نفهم